عقدت وزارة الأوقاف مؤتمرا تحضيريا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تأتي هذه النسخة من المؤتمر بعنوان دور المرأة في بناء الوعي، ويعد هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الأول للواعظة المصرية، وسيتناول عدة محاور من بينها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي ودورها في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية في تمكين المرأة. المؤتمر في الحقيقة هو رسالة امتنان وتقدير لكل امرأة على أرض مصر، ورسالة دعم وتقدير وإجلال ومزيد من العطاء للمرأة المصرية في قادم الأيام. المؤتمر هو المؤتمر 35، سبقته سلسلة من المؤتمرات على امتداد تاريخ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ أن نشأ. في الحقيقة هذا المؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوانه المؤتمر الدولي الأول للوعظة دور المرأة في بناء الوعي، هو مؤتمر غير تقليدي، حيث يتبنى قضية دور المرأة في بناء الوعي الذي يتمثل في عدة محاور، من أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني، دور المرأة في بناء الوعي الثقافي، دور المرأة في خدمة المجتمع، دور المرأة في قيم التعايش، في إرساء قيم التعايش وبناء وصنع السلام، دور المرأة أو التجربة المصرية في التمكين للمرأة. فالمرأة راعية للمجتمع كله، هي تعتبر نصف المجتمع، بل هي كل المجتمع، لأنها هي النصف وتربي النصف الآخر، يعني هي الأم والأخت والابنة، فهي عليها الدور الرئيسي في بناء المجتمع. فمن أعظم الحاجات اللي حصلت ان يكون في تقدير شديد لدور المرأة في بناء المجتمع، وان نوعي الناس بهذا الدور.